المزيد بينضم لنا عبر الهاتف الدكتور محمد الشغفي استاذ الاداره والاستثمار. برحب بحضرتك دكتور محمد. تحياتي لسيادتك يا فندم والساده المشاهدين، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور. كيف ترى اهميه جهود الدوله التي تقوم بها لضبط الاسواق واسعار السلع؟ والحقيقه طبعا ضبط الاسواق بيعد مشكله اساسيه او احد المهام الاساسيه النهارده للحكومه، باعتبار انها بتمس او بتمثل عبء اساسي على المواطن وتاخد جزء كبير من دخله، ولا سيما بعد الازمات وبعد الظروف الاقتصاديه والارتفاع المضطرد في الاسعار خلال السنوات السداسه الماضيه. من هنا وجهت الحكومه مجموعه من السياسات والاجراءات وايضا مجموعه من الخطط. هذا الامور ناخدها على ثلاث مستويات. المستوى الاول وهو مستوى السياسات، بمعنى ان مجلس الوزراء النهارده وضع مجموعه من السياسات كيف يمكن ان تضبط الاسعار، بمعنى ان هو هناك مجموعه من الحاجات لازم تقوم بيها. ضبط الاسعار دايما بيحكمه العرض والطلب، وبالتالي كل ما زاد العرض كل ما تنخفض الاسعار، والعكس في حاله الطلب. لكن النهارده حصل خلل في وسائل العرض الطلب. العرض اللي عندنا اصبح هناك تداخل كبير جدا من قنوات التوزيع، المسائل اللوجستيه، تداخل مع بعض وجشع بعض التجار غير الوطنيين اللي هم استغلوا بتاجروا بآلام الناس وأعبائهم وبالأزمة الاقتصادية. من هنا أول حاجة إن هو ضبط عوامل التنفيذ، وبالتالي من هنا حتى جاءت فكرة سوق اليوم الواحد أو اليوم الواحد بتاع العرض، عشان يكون هناك عرض من المنتج مباشرة إلى المواطن. وفي نفس الوقت كمان الحكومة النهاردة اتخذت مجموعة من السياسات، بمعنى استخدام الأساليب العلمية في التنبؤ بحجم الطلب أو التنبؤ بالأسعار، وفي نفس الوقت وضع نماذج وتطبيقات يمكن من خلالها التحكم في حركة السلع، وكذلك أيضا ضرورة وضع أسعار على السلع من المنتج حتى تصل إلى المستهلك. لكن اسمح لي دكتور محمد، هذه نقطة بالتحديد، فكرة تطبيقات الهواتف الذكية المتعلقة بضبط الأسعار، إزاي نوظفها علشان تكون أكثر فعالية؟ والحقيقة طبعا النهاردة احنا بنشتغل في نظام تكنولوجيا معلومات وفي نظام الذكاء الاصطناعي، وبالتالي وفرة المعلومات، فمن هنا بيكون هناك تطبيق معين بيدخل عليه كل منتج، بيحدد سعر الانتاج قد ايه، وبالتالي هامش الربح كام، وبالتالي يعتبر هنا مرشد للمستهلك في حال حدود دنيا وحدود عليا. وهنا حتى ناخد نقطة ان هو ازاي المحافظين يدخلوا النقطة دي، يعني احنا على مستوى الدولة هيبقى نظام عام على النظام المعلوماتي، لكن كمان المحافظة هتقوم بدور باعتبار ان ممكن يختلف سعر السلعة من مكان من محافظة الى محافظة او من مكان الى مكان. النقطه الثانيه كمان حمايه المستهلك، بمعنى ان يكون هناك دور لحمايه المستهلك او دور لارشاد المستهلك والتعامل معاه وحل قضايا الاساسيه في حل الاسعار. الحاجه الثانيه الحقيقه وهو ازاي بقى انه على المستوى التكتيكي او التشغيلي الدوله تدخل وتعمل التوازن في الاسعار. الحقيقه طبعا احنا مع اتفاقيات اللي جات ومنظمه التجاره العالميه لغت تماما تحديد السعر، يعني معنى ذلك ان الحكومه لا يمكن ان تحدد سعرا للسلعه او تتدخل في تحديد سعر السلعه، وانما تركت للمنافسه، وعليه فان الحكومه في هذه الحاله تدعم المنافسه وتقضي على الاحتكار، بمعنى انها تشجع المنافسه من خلال فتح منافذ توزيع تكون تابعه أو تكون موجهة على أساس تقدم أسعار السلع بأسعار أقل من أسعار السوق، عشان تجبر التاجر على أن ينزل النزول بالأسعار. فده في حد ذاته هنا التوسع في هذا المكان، بمعنى أن هو يبدأ يروح القرية ويبدأ يروح المراكز ويبدأ يكون في العواصم الكبيرة تحت المحافظات وموجود ومنتشر في هذا المكان. واعتقد ان الحكومه نجحت خلال السنتين الماضيتين من خلال معارض زي اهل رمضان، واللي انتشرت في كل مكان كانت موجوده، واللي كانت موجوده في كل انواع السلع، ليس بقصد السلع الاساسيه زي الزيت والسكر وغيره، لكن اتسعت لتشمل كافه انواع السلع. الامر الثالث وهو كمان بقى ايه؟
او اللي هو بعض السلع اللي بيسموها السلع الكبيره زي السيارات والثلاجات او الاجهزه الكهربائيه. هذه العوامل ايضا الحكومه دخلت فيها، بمعنى ان ازاي تجبر توسع المنافسه وازاي توفر الموردات اللازمه وازاي كمان تحدد هامش الربح. وده ممكن الحقيقه طبعا من خلال نظم المعلومات، بمعنى السلع داخله بقد ايه وبالتالي الجمارك بكام، وفي نفس الوقت تحدد هامش الربح عشان تجبر ان يكون هناك واحد اسعار. لان الحقيقه في السنوات السابقه الثلاثه كان هناك سعر كل ساعه وسعر عند كل تاجر، وده امر الحقيقه كان غير جيد. عشان كده الحكومه النهارده داخله بجديه شديده جدا، والحقيقه طبعا بنشوف كل اسبوع رئيس الوزراء بيعمل مؤتمر صحفي وبيحدد معلومات، وبقى في شفافيه وبقى في سلوك جديد للحكومه في احترام للمواطن وفي احترام للمعلوماتيه وفي كمان في شفافيه. فعشان كده الحقيقه انا متفائل جدا بان الفتره القادمه هيكون هناك، مش هنقول والله تحديد اسعار، لكن هيقول هناك ضبط السوق واحداث حاله من التوازن اللي هيعتمد على حاجتين. اول حاجه زياده المنافسه وزياده المعروض، والنقطه الثانيه الضرب ايد من حديد، وهنا يجي بقى اجهزه الدوله الرقابيه على المحتكرين والذين يمنعون السلع او تداول السلع والمغالاه فيها، وده هيحددوا بقى ايه التطبيقات اللي النهارده قالها دوله رئيس الوزراء. لان هذه التطبيقات ستساعد في الشفافيه وستساعد في الافصاح وستساعد المستهلك العادي، العميل العادي، المواطن العادي، انه يعرف النهارده متوسط سعر البطاطس قد ايه، متوسط سعر الطماطم قد ايه، متوسط الثلاجه 11 قدم قد ايه، متوسط السياره عباره عن كام. هنا هي التطبيقات الالكترونيه هتساعد لانه في شفافيه، وده بنسميه في علم الاداره الحوكمه. الحوكمه هنا ازاي نحط نلتزم بقوانين وازاي يكون هناك مصداقيه وازاي يكون هناك شفافيه، وده اللي بدعم العلاقه ما بين المواطن دائما وبين الدولة. أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد شاطري أستاذ الإدارة والاستثمار، كنت معي هاتفيا من القاهرة. إذن